اللي صار انه مر النادي فتره يعني استثنائيه قبل الانتخابات الاتحاد، فاني رفع يعني رفعوا الكتاب سحب الترشيح من اداره القوى الجويه، لكن الاتحاد رفضوا، فتم يعني وجود جلسه جمعتنا صار بها مقترح انه خليها تقدم للاتحاد للمكتب التنفيذي، واحنا يصير تعاون نخاطب الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي حتى يتم استثنائها من هاي الفقره. فهم يعني وضحوا لهم الاخوه اعضاء الاداره ورئيس الهيئة الإدارية، صار اكو اتصال مباشر مع السيد الكابتن عدنان درجال ووضح له يعني وضعية النادي شنو، انه انا ما اقدر يستغنون عني وما اقدر اقدم استقالة بالوقت الحالي من النادي، فصار الاتفاق انه انا اقدم او ارشح وراح يصير يعني اكو تكييف. يعني بوقت الكابتن عدنان درجال وافق على استثنائك؟ والله هذا اللي افتهمته، انه صار اتصال مباشر بين قائد القوى الجوية ورئيس الهيئة الإدارية الفريق شهاب جاهد، اوجه له تحية من منبركم، وبين الكابتن عدنان درجال، واني رحت ذهبت للاتحاد قبل الانتخابات بيوم برفقه اخواني اعضاء الاداره، وصار جلسه مع الاستاذ محمد فرحان والاستاذ اياد بنيان حجي اياد، وصار هذا الاتفاق. ما يحق لهم يصوتون على عزلنا، يحق لهم يصوتون على تعليقنا، لكن العزل يتم من الهيئه العامه، الثلثين الهيئه العامه توقع على عزلنا من ثم يتم عزلنا، لان احنا جينا بانتخابات هيئه عامه نطلع بموافقه او بتواقيع الهيئه العامه. زين، هم تواصلت ويا الكابتن عدنان درجال مؤخرا اعضاء الاتحاد؟ مع الكابتن مؤخرا بعد ما تم اقالتي ما تواصلت مع الكابتن، اتصلت عليه مره ما جاوبني، رفض المكالمه، وبعد ما اتصل عليه وانا ما اتصلت عليه. الاعضاء متواصله معاهم اكيد. يقولون شنو رد فعلهم؟ والله الاعضاء متمسكين لحد البارحه، يعني صار اكو اتصال مع الاخوه اعضاء الاتحاد ومتمسكين بي ويقولون يعني يا ريت انه تكيفين وضعك او تشوفين شلون فد نتيجه حتى يعني تجين.